8 ماي 1937 تاريخ ديال التاسيس هذا. كاين اللي كيعرف العام ما عارفش النهار واش صار، مي ماشي مشكل شغلو هذاك، هو ما بغاش يقلب يدير مجهود. حنا ودادي المدينه ديالنا تاسست هنايا، سماوها الملوك هما اللي سماوها الوداد الامه، واليوم عندنا عيد ميلاد 86 والمزيد من الالقاب ان شاء الله، وديما وداد عاوتاني وديما وداد عاوتاني. واللي ما عندوش تاريخ يدير محاوله يقلب. حنا فقنا وداديين في المدينه القديمه، كاين التاريخ داكشي محفظ، كلشي بورقه وستيلو، داكشي مكتوب وغنبقى فيدال وديما وداد. طاقات المدينه ديالنا، المدينه راه وداديه، تخلقت المدينه ربي خلق الكون، خلق المدينه الوداد، صافي الوداد المدينه. ما حنا خيط رجاوي ما تلقاش، خيط شي حاجه بياسه خضراء كذا ما كاينش، انت دور غتلقى الوداد وكلشي وداد وديما وداد. عندنا واحدين اللي ضب الراس ممنوع ديما وداد. عيد ميلاد سعيد الامه الوداديه، 86 عام العطاء وديما وداد، وعاش الوداد ديما فدال. ما عندناش اخويا داكشي ديال الخضر ما كتلقاش كاع في المدينه، كيف قال لك كاين الدراري وداديه الحمر، ما بغيتش يطحيمو لي رشيد سباته تما، راه اش نقول لك. عيد ميلاد ديال عيد ميلاد مبارك سعيد، هادشي اللي غنتمنى لهم، وكل عام وانتم بخير، هادي الكلمه اللي غادي نقول لهم. وان شاء الله حنا بغينا مزيد من الكسر، من الكسر ان شاء الله، وكنتمنىهم الله العصبه الرابعه، هادي اللي بغينا ان شاء الله، وغادي نربحوا بعد غدا وكيف ما كان الحال، وغنبقى في دال فرا وداديين جميع المغاربه، على فرحان اليوم، فرحان بلا توصف، و 8 ماي عيد الامه. انا واحد من الفرحانة حيت وجدتك بنتي سميتها وداد. علاش كتبكي دابا؟ حيت هي الخويا هي مريض، ولكن الحمد لله، الحمد لله العبقى اللهم خاف، الحمد لله وداد كتشري فرحان بالعيد ديال وداد بزاف. بقياس 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 8 ماي عيد ديال الوداد، وحنا فرحانين بهذا العيد ديال امه الوداد. تنطلبوا من الله سبحانه وتعالى انهم يوفقهم في هذا العام ان شاء الله، باش نديروا البطوله وندوا الكاس ان شاء الله ديال العرش، اللي هذه غاب على مده طويله على الوداد، ودوا كاس افريقيا ان شاء الله باش تكمل الفرحه وتكمل العائله. هادشي واحد فرحانين ديما بالوداد، حنا مع المدينه الاكثريه فيها وداديين، هذاك الشيء علاش كيديروا هاد الرسوم باش يحتفلوا بالوداد ويفرحوا بها. كنتمنوا عيد سعيد لفريق وداد الامه وداد المقاومه. كيف ما كتشوفوا الصوره اللي ورايا كتحمل واحد الرموز كبار ديال الوداد، ولا ديال المغاربه، اللي هو الحاج محمد بن جلو رحمه الله، والحاج عبد الرزاق مكوارت هو اللي عطى الشيء الكثير لفريق الوداد الرياضي. وكنتمنوا دائما مزيد من العطاء ومن التوفيق ان شاء الله. احنا كجمعيه ولا كمحبين ولا كلاعبين سابقين ولا كوداديين احرار، يعني كنحتفلوا كنسترجعوا الالقاب اللي درناهم، تيكون واحد الجو احتفالي يعني من الاجداد الى الاباء الى الاحفاد، وسمو مشعل غادي الى ان يتلى الارض ومن عليها. صراحه راه ماشي المدينه، راه المغرب كامل ودادي، راه المغرب كامل ودادي، ودائما كنتمنوا لهم عيد ميلاد سعيد، وكنهني جميع الوداديين.